ولا شيء على الإطلاق يمنع من مساء الخير. داخل المشهد الدولي لمحت القيادة الأفريقية في الحلف الأطلسي أفريكوم قبل شهرين إلى خطط لإرسال قوات إلى تونس. خفف لاحقا من هذا التلميح الذي يكشف موقع تونس الجيوسياسي اللافت في الصراع حول ليبيا. ومن داخل المشهد الإقليمي اندلع سجال حاد في تونس إثر مواقف أعلنها زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي عدت منحازة لصالح حكومة الوفاق والميليشيات المتحالفة معها. ثم استعار السجال أيضا بعد الكشف عن زيارة سرية قام بها الغنوشي إلى تركيا التقى خلالها بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن داخل المشهد الدولي كان لافتا أيضا الموقف الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد الشهر الماضي إثر اجتماعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس. شكك سعيد في موقف مناقض لموقف الغنوشي بشرعية حكومة الوفاق في ليبيا المعترف بها دوليا، معتبرا أن هذه الشرعية مؤقتة يجب أن تحل محلها شرعية شعبية. وهذه التصريحات بالمناسبة قال مثلها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. في انفجار الصراع السياسي الداخلي في تونس، سواء في مطالبة برلمانيين بإزاحة الغنوشي عن رئاسة البرلمان أو في استقالة حكومة الياس الفخفاخ، ما يكشف أن براكين الخارج تلقي بحممها على الداخل، خصوصا بعد تقارير عن نشر الجيش التونسي على الحدود مع ليبيا وعن انتقال داعشيين من تونس للقتال في ليبيا، وخصوصا أيضا بعد حديث الرئيس قيس سعيد عن عملاء مع الخارج يتآمرون على تونس. وعلى هذا فإن مشهدا إقليميا دوليا عنوانه ليبي يثير في تونس جدل الساعة. نقاش أبعاد من تونس مع الدكتور خالد عبيد الباحث في الشؤون السياسية من باريس. سيكون معنا الدكتور رامي خليفة وهو باحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، ومن لندن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جلال الورغي، ومن بروكسل الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي الأستاذ حسين الوائلي. تونس والمشهد الدولي جدل الساعة بعد الفاصل. أهلا بكم. تونس والمشهد الدولي جدل الساعة، نقاش أبعاد لهذا المساء من تونس، من باريس، من لندن ومن بروكسل بعد هذا التقرير. حين تتشابك خطوط العالم شرقا وغربا فوق ليبيا، فلا يعود الجدل التونسي شأنا داخليا بيتيا. فتونس في خياراتها الليبية كما في السجال بين إسلاميها وبقية التشكلات السياسية تنهل من رياح تنفخ بها عواصف من خارج حدود البلاد. زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي مارس دبلوماسية بديلة عن دبلوماسية تونس، بحيث أظهر انحيازا مفرطا لصالح حكومة الوفاق في طرابلس والميليشيات التابعة لها. استعر الجدل في تونس حول الأمر مرورا بالسعي للإطاحة براشد الغنوشي نفسه عن موقعه في رئاسة برلمان البلاد، انتهاء بما صرح به الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس. وصف الرئيس قيس سعيد السلطة القائمة في طرابلس بأنها تقوم على شرعية دولية، ولكن هذه الشرعية الدولية لا يمكن أن تستمر، هي شرعية مؤقتة ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة، شرعية تنبع من إرادة الشعب الليبي. أفتى سعيد في شأن ليبيا. سعت النهضة للإطاحة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ، استقال الرجل قبل ذلك وأقال وزراء النهضة من حكومته، وقيل في تونس إنها فتوى رئيس البلاد وهو الخبير الدستوري الكبير. للجدل الحالي في تونس تفاصيل بيتية، بين أن المواجهة قديمة جديدة منذ عهد الراحل الحبيب بورقيبة بين تونس الحداثة وتلك التي يعمل من أجلها الإسلام السياسي في البلاد. الأمر ببساطة صراع بين ماضوية والتحاق بالحاضر وقواعده، وما تكتيكات السلطة ومناورات الأحزاب في تحالفاتها الانتهازية النافرة إلا تفاصيل. تنظر تونس إلى ليبيا كل يوم، الحدود المشتركة تحت مراقبة الجيش التونسي وتحظى بمراقبة قوى دولية من أوروبا إلى الأطلسي، وما سيحل في ليبيا سينسحب حكماً على مستقبل تونس، كما أن هوية الحاكم النهائي في ليبيا ستلقي بظلالها على تونس.
هي ضريبة الجغرافيا التي تفرض قواعدها على تونس في يوميات تطيح بحكومة وقد تطيح ببرلمان. أتوجه مباشرة إلى تونس مع الدكتور خالد عبيد الباحث في الشؤون السياسية. أهلا بك دكتور خالد. طبعا الكلام كثير والنقاش كبير داخلي في تونس، لكن نحن نسلط المجهر على دور تونس ووظيفة تونس الإقليمية والدولية أيضا، خصوصا بعد كلام كثير وضجيج صدر من بروكسل، صدر من الحلف الأطلسي ومن الأفريقوم، يتحدثون عن احتمال إرسال قوات إلى تونس. بعد ذلك قالوا أنها ليست قوات لكن خبراء للتدريب، ويعني تقاطع الموقف، المواقف الصادرة من تونس مع مواقف صادرة من الجزائر، مواقف صادرة من باريس. أين تجد أمر تونس في كل هذا النقاش؟ مرحبا بكم وبكل ضيوفك. هو في الواقع موقف تونس هو واضح وأمن تونس واضح، على أساس أننا لدينا في تونس حساسية كبرى ومفرطة تجاه أي إمكانية لأي تدخل كان في تونس، سواء من أجل مسألة تتعلق بتونس أو مسألة تتعلق بجيران تونس. فتونس اكتوت سابقا بالاستعمار الأجنبي وتدرك مسبقا ما معنى أن تكون هناك قواعد أجنبية داخل أراضيها، وتمكنت من تحرير أرضها وإجلاء القوات الأجنبية بالدم. ولهذا السبب نفهم لماذا الآن موجودة إلى حد الآن هذه الحساسية المفرطة، ولا يمكن لتونس أن تكون موطئ قدم لأي إمكانية في وجود قاعدة عسكرية أجنبية من أجل أن تكون في تونس أو من أجل أن ينطلق منها للقيام بعمليات خارج تونس في جيران تونس. ولهذا السبب نفهم كل هذه. دكتور خالد، أريد أن أفهم أكثر، عندما يذهب الرئيس قيس سعيد إلى باريس ومن باريس بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث عن موقف من الشرعية في ليبيا من حكومة الوفاق، ويعتبرها أن شرعية مؤقتة، وهذا على يعني على فكرة كان أول سابقة لرئيس دولة يتحدث عن هذه الشرعية التي لم تتحدث عنها أي حكومات في الخارج. هل هذا يعني أن هناك، دعني أقول، اتساق وانسجام بين موقف تونس وموقف باريس الذي انضمت إليه أيضا موقف الجزائر في هذا الشأن؟ هو موقف تونس واضح مما يحدث في ليبيا. تونس بالنسبة إليها لا يمكن لها سواء في ليبيا أو خارج ليبيا أو في أي بلد آخر أن تتدخل في شؤونها الداخلية. هذا موقف ثابت من ثوابت الدبلوماسية والسياسة الخارجية التونسية منذ الاستقلال إلى حد الآن. ورئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد لم يشذ عن هذه القاعدة، ولهذا سبب هو بالنسبة لي الأمر واضح. تونس تتمسك بالشرعية الدولية، صحيح أن حكومة الوفاق لديها هذه الشرعية الأممية، لكن هذه الشرعية الأممية تعتبر بالنسبة إليه وبالنسبة إلينا ناقصة، بالنظر إلى أن المعطيات على الأرض لم تعد كما كانت منذ اتفاق صخيرات إلى الآن. وحكومة الوفاق هي الآن هي نفسها أصبحت مرتينة لقرار خارجي أجنبي. ولهذا السبب، ونحن نعرف أيضا مضمون، كما يعرف خاصة رئيس الجمهورية، مضمون اتفاق صخيرات الذي يقوم على أساس أن حكومة هذه الحكومة التي ستنبثق من اتفاق صخيرات لديها في أهم نقطة أن تحظى بموافقة ومباركة وتأييد وتزكية البرلمان، وهذا ما لم يحدث إلى حد الآن. ولهذا سبب نفهم موقف رئيس الجمهورية الذي يتقاطع في الأخير مع موقف الجزائري وحتى الموقف الفرنسي فيما يخص نقطة أساسية، أن حتى وإن لحكومة الوفاق الشرعية فإن هذه الشرعية تبقى ناقصة وهي مؤقتة، بالنظر إلى أن حتى مضمون وأساس وجود حكومة الوفاق في طرابلس هو أساس ومضمون مؤقت، لأن مهمتها هي مؤقتة ومهمتها النهائية هي التحضير كي تكون هناك انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا. وهذا ما لم يحدث إلى حد الآن، مما يشكك بطريقة أو بأخرى في مشروعية هذه الحكومة. وإذا ما ربطنا مع ما يحدث الآن على الأرض، المسألة تصبح محل تساؤل كبير. طيب عظيم، سلطنا المجهر على الموقف تونس، موقف باريس، موقف الجزائر. أريد أن أذهب إلى بروكسل. أستاذ حسين الوائلية، حضرتك صحفي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي، كان لافت أعتقد منذ شهرين عندما
لمح أحد جنرالات الأفريكوم بأنه بإمكانية الذهاب إلى تونس إذا ما كان هناك يعني أخطار، وخصوصا بعد الكلام عن تواجد روسي في ليبيا. بعد ذلك قيل أنه ليس صحيح وليس دقيق هذا الكلام. أستاذ حسين، ما قراءتك، ما قراءة الأوروبيين وما قراءة الحلف الأطلسي لما يجري أو لدور تونس فيما يجري في ليبيا؟ يعني أولا أوروبا قلقة جدا من الصراع الموجود في ليبيا في نهاية المطاف. يعني ما يحرك العلاقة الأوروبية التونسية هو المحيط الذي يحيط بتونس، سواء من الناحية الجزائرية، سواء من ناحية الصراع في الساحل أو حتى في ليبيا. فيبدو لي بأنه أوروبا الآن هي يعني تصب تركيزها بشكل عالي وبشكل مكثف جدا كيفية إيجاد حكومة شراكة مهمة مع الأوروبيين، وبالتالي يجب أن لا يستبعدون تحديدا دعنا نقول الحكومة التي تكون موالية للغرب بمعنى دقيق. وبالتالي هناك تهديدات لهذه العلاقة، هو ما يظهره تحديدا بعض الأحزاب الإسلامية الموجودة مثلا النهضة على سبيل المثال، الذي تريد أن تجر العلاقة التونسية باتجاه تركيا، وبالتالي هذا يهدد البعد الاستراتيجي للعلاقة الأوروبية التونسية. طيب أستاذ أحسان، أريد أن أستوقفك لأنه قيل كثير عن أن هناك غض طرف أمريكي على حركة تركيا في ليبيا. لا أعرف أيضا إذا واشنطن والحلف الأطلسي يعتبرون أيضا أن اقتراب تونس من الخيار التركي، وهذا سؤال أنا أعتبره، يختم المصلحة الأمريكية في التضييق على المصالح الروسية في ليبيا. هل هذا يعني كلام قابل للجدل؟ يعني هذا الكلام قابل للنقاش وليس قابل للجدل أعتقد، لأنه في نقطتين مهمتين حقيقة إذا ركزنا على هذه المحورية تحديدا. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية لديها موقف قد يكون موقف غير واضح من الصراع في ليبيا. أولا، أنه هي لديها حالة من التنافس مع الروس في ليبيا، وفي نفس الوقت هناك بعد استراتيجي أوروبي أمريكي. بمعنى آخر، ليس موقف البيت الأبيض، لكن نتحدث عن موقف البنتاغون. البنتاغون لديه مواقف استراتيجية أولا متأصلة مع الاتحاد الأوروبي كأوروبا، وكذلك مع الموقف الأطلسي الذي يعتمد بشكل كبير جدا أو يتماهى كثيرا مع الرؤية الأوروبية. هناك موقف أوروبي أمريكي، هناك موقف أطلسي مع البنتاغون أمريكي. فبالتالي هو غير واضح، ولكن هو يدعو دائما، ونحن لاحظنا في الأسبوعين الماضيين تحديدا قال بأنه أحد كبار المسؤولين الموجودين في الخارجية الأوروبية بأنه يجب إيقاف أو وقف تدفق السلاح إلى ليبيا، ويجب أن يفرض على جميع الأطراف ليس على طرف معين. تمام. أستاذ حسين، سأعود إليك بعد قليل لأسألك أكثر حول ما سرب عن الأطلسي في لحظة معينة من إمكانية إرسال قوات إلى تونس، وأعتقد كانت رسالة إلى روسيا. أريد أن أعرف منك تفاصيل حول هذا الموضوع. أنتقل إلى أستاذ جلال الورغي هنا في لندن. أستاذ جلال، حضرتك كاتب ومحلل سياسي. طبعا العالم الآن ينظر إلى تونس، وليس فقط التونسيون هم من يجادلون شأنهم الداخلي، ويبدو أن الشأن الداخلي، لا أعرف إذا كنت توافق، له علاقة أيضا بموقف باريس، موقف الأطلسي، موقف واشنطن، موقف الجزائر، موقف الرئيس قيس سعيد وتقاطع مع هذه العاصمة أو تلك. ما رأيك أستاذ جلال؟ الحقيقة أنه الموقف التونسي من يعني الوضع في ليبيا بالتأكيد معقد. أولا، تحكمه مجموعة من العناصر. المرتكز الأول والاستراتيجي هو أن تونس ليست معنية بالانخراط في أي محور من المحاور، وأنها لا تتدخل في شؤون أي دولة، ولا ترغب في أن ترى أي تدخل من أي جهة أجنبية في دولة أخرى. المرتكز الثاني هو أن الوضع الليبي هو مسألة أمن قومي تونسي بامتياز. هنالك تشابك، بل هنالك ارتباط كبير وعميق لا يمكن بأي حال من الأحوال التمييز بينه إلا منهجيا في ما يسمى بالتداخل الليبي. مهم أستاذ جلال أن ليبيا بالنسبة لتونس أمن استراتيجي وأساسي، لكن إدارة يعني مقاربة الموقف التونسي من المسألة الليبية واضح أن يعني عرضة لانقسام كبير أصبح بين موقف السيد راشد الغنوشي وموقف رئيس الجمهورية قيس سعيد.
لا، الحقيقة ليس هنالك أي تمايز، هنالك تعبير مختلف ولا في الخطاب يعني والاصطلاحي، ولكن على المستوى الجوهر الفكرة هو واضح. هنالك أولا بس حتى يعني نوضح هذه الفكرة. نعم، هل قيام الأستاذ راشد الغنوشي بالمجاهرة بدعم حكومة الوفاق وتهنئة حكومة الوفاق، وموقف الرئيس قيس سعيد الذي يقول أن هذه الحكومة شرعيتها مؤقتة، يعني الموقف واضح والتباين كبير والخلاف عظيم وليس فقط تباين طفيف؟ هو الحقيقة أنه الحديث على شرعية مؤقتة، كل الشرعيات مؤقتة، ليس هنالك شرعية أبدية. حتى الرئيس ماكرون نفسه الذي يتحدث على أنه الشرعية شرعية مؤقتة، هو نفسه شرعيته مؤقتة. وبالتالي طيب، إلى أن تنتهي هذه الشرعية ما هو البديل؟ هو أن تكون هذه الحكومة مستمرة ويتم تحسينها وتطويرها، أو الدخول في مفاوضات أو حوار من أجل أن ننتقل إلى شرعية أبدية إن صح التعبير. وبالتالي الأمر ليس فيه تناقض. الغنوشي كرئيس البرلمان يعتبر أنه هذه الحكومة شرعية بغض النظر مؤقتة أو نهائية، يعني معترف بها دوليا، هي التي يتعامل معها، هي التي لها اعتماد سفارة في تونس، وبالتالي التهنئة جاءت في هذا السياق. وبالتالي وهي في الحقيقة يعني تأكيد على أنه النهضة في نهاية المطاف مع الشرعية، ولكن أيضا أكثر من مرة النهضة دعت الفرقاء الليبيين إلى أن يجتمعوا في تونس من أجل البحث الأزمة. الغنوشي أيضا اجتمع مع السيد عقيلة صالح في الأردن قبل حوالي 4 أشهر لبحث الأزمة الليبية. الغنوشي أيضا طالب الفرقاء الليبيين بأن الحل هو ليبي، وبالتالي تجنب أي تدخلات أجنبية. ولكن في نفس الوقت تونس تعتبر أنه كدولة ديمقراطية ترسخ تجربتها الديمقراطية، تتخوف من التمكين لانقلاب عسكري أو لحكم عسكري في ليبيا. أستاذ جلال، سأناقشك لاحقا حول الخيارات، يعني تحدث عن خيارات كثيرة لتونس، لكن لاحقا سأناقشك عن طبيعة الخيارات التونسية بين خيار الغنوشي وخيار الآخرين، على الأقل خصوم الخنوشي، إما في الالتحاق بتيار تقوده تركيا أو الالتحاق بتيارات أخرى. أريد أن أذهب مباشرة إلى الدكتور رامي خليفة العلي، والباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس. أهلا بك دكتور رامي معنا اليوم. كان لافت جدا هذا اللقاء بين الرئيس التونسي والرئيس الفرنسي، ولافت أكثر ما صدر عن الرئيس التونسي من مواقف اعتبرت قريبة من مواقف باريس، واعتبرت أيضا لاحقا أنها قريبة من مواقف الرئيس الجزائري. ماذا يحصل؟ أهلا بك دكتور محمد، تحية لك ولضيوفك الأكارم. باعتقادي بأن فرنسا لديها التزام تاريخي نحو دولتين عربيتين، الدولة الأولى هي لبنان والثانية هي تونس. من حيث لبنان كان هنالك محاولة فرنسية للحفاظ على توازنات إقليمية بسبب الوضع اللبناني المعقد. في تونس الحقيقة الحفاظ على حيادية تونس وعلى النسق الذي أخذته السياسة التونسية الإقليمية على امتداد العقود الماضية منذ تأسيس تونس أو منذ جلاء الاستعمار الفرنسي وحكم بورقيبة وحتى الآن، وهي عدم التدخل في شؤون الآخرين والحيادية التي تسمح للرئة الاقتصادية التونسية بالتنفس، كون تونس تعتمد على الخدمات وعلى السياحة وعلى العلاقة مع فرنسا بشكل أو بآخر. ولكن ما تراه فرنسا الآن بأن هنالك تهديد لهذا النسق العام للسياسة، بالرغم ما تحدث به ضيفك الكريم قبل قليل على أنه لا يوجد هنالك تناقض. هنالك تناقض كبير وهوة شاسعة باتت الآن تفصل ما بين قيس سعيد من جهة وحركة النهضة وراشد الغنوشي من جهة أخرى. راشد الغنوشي يريد أن يجعل حركة النهضة على وجه التحديد وحتى السياسة التونسية تابعة للسياسة التركية التي تحاول أن توجد لها أتباع في المنطقة، وبالتالي ربما نصل، طبعا لسنا في وارد الوصول إلى حزب الله تابع لتركيا على نسق حزب الله التابع لإيران، أن تكون حركة النهضة تابعة لتركيا. ولكن على الأقل هنالك الآن توافق سياسي وعمل حتى من خارج أطر السياسة التونسية التقليدية. هنالك زيارات إلى الرئيس التركي وهنالك عمل، والحقيقة يتم الحديث عن تقارير أكثر من ذلك على أن هنالك مرور للأسلحة ومرور للمرتزقة يتم عبر الأراضي التونسية باتجاه ليبيا. وبالتالي ليس صحيح أن هنالك
انسجام في الرؤية التونسية، وهذا ما يثير قلق الجانب الفرنسي الذي يريد موقعا حياديا لتونس، أن يكون هنالك مسافة من كافة الأطراف ودون الدخول في فزلكات الشرعية كالخطاب الذي تستخدمه تركيا في التعامل مع حكومة الوفاق، لأن هذا يغطي حقيقة ما يجري. حقيقة ما يجري أن هنالك طرفين ليبيين يتصارعان على أمور كثيرة، وبالتالي يجب أن تكون هنالك مسافة واحدة، وهذا في صالح تونس وفي صالح الشعب التونسي على المدى البعيد، وهذا ما تراه فرنسا على الأقل. طيب دكتور رامي، أنا في يعني أحاول في القسم الثاني أن أفهم أكثر، لأني إن سمعت يعني وجهة نظر تونسية تقول أنه على المستوى الاستراتيجي هناك وكأنه بداية خيار تونس للعودة إلى التحالف مع فرنسا والابتعاد عن هذا الاقتراب الذي شعرنا به مع الولايات المتحدة. أريد أكثر منك توضيح في القسم الثاني بعد الفاصل. أبعث القسم الثاني، تونس والمشهد الدولي، جدل الساعة. طبعا جدل الساعة مع الخبراء والمحللين، لكن أبعاد كان له أيضا جولة في الشارع التونسي لاستفتاء المواطن التونسي حول من يتحمل مسؤولية هذه الأزمة، وعدنا بهذه الانطباعات. إذن مشهد سياسي في تونس مشهد مترذل، الأطراف الحاكمة واللي هي أساسا الأحزاب الفائزة وتتصدرها النهضة، هالأحزاب اللي أغلبها يمينية، هي أحزاب هي المتسبة في تأزم الوضع السياسي، وفعلا هي من 2011 إلى حد الآن ونحن نعيش أزمات سياسية، أزمات اقتصادية وأزمات اجتماعية. السبب المباشر اللي نراه اليوم في تأزم المشهد السياسي جنرال مو في تونس هو سبب مشترك ما بين المواطن، ما بين الشخصية السياسية في تونس أو السياسي أونديري، وما بين المجتمع المدني. يعني هنالك شبه تقلص لدور المجتمع المدني، هنالك لا مبالاة من المواطن، وهنالك خسارة ثقة في هذه السياسيين، وخسارة كل ما صار من 2011 إلى يومنا هذا. هي بالطبيعة هي النهضة هي المسؤولة وهي المتورطة في الحكاية، خاطر الأحزاب اللي دخلت بعد 2011 دخلوا من غير برنامج اجتماعي، من غير برنامج تنموي للناس اللي عملوا الثورة وكذا. حزب النهضة هو الحزب الوحيد والأوحد المسؤول على تأزم الأوضاع في تونس، ونظن زادة في المغرب العربي، لأنه تدخلات سلبية جدا في المغرب، مش في المغرب بلوتو، في الجزائر وفي ليبيا. اللي متسبب في الأزمة بالأساس هو مش شكون متسبب فيها، هو نوع من الصراع بطبيعته بعد ثورة، دائما فما مرحلة جديدة باش تتبنى بين الوطنيين اللي يحبوا البلاد هذه وبين غير الوطنيين اللي هما يخدموا في أجندات أجنبية. أريد أن أعود إلى تونس مع دكتور خالد عبيد. دكتور خالد، طبعا واضح أنه في انقسام داخل الشارع التونسي من خلال هذه العينات التي عرضناها منذ قليل، لكن إلى أي درجة أيضا حضرتكم في تونس الرأي العام التونسي أصبح فعلا يعترف أن تونس أصبحت جزء من هذا الصراع الدولي التي كانت بمنأى عنه منذ عام 2011 تقريبا، بمنأى عنه حتى الآن كان دائما الجدل داخلي؟ هو بصراحة جزء كبير من التونسيين ينظرون إلى أن تونس يراد لها أن تحشر في التون هذا الصراع الدولي الذي يحدث قريبا منا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، سواء غربيه أو شرقيه، وخاصة شرقيه الآن. وهذا الشعور بالذات هو الذي يجعل جزء من التونسيين أيضا لديه الخوف مما هو آتن، بالنظر إلى أن تونس تعتبر نفسها دائما بلد لا يمكن له أن يدخل في هذه التجاذبات الإقليمية والدولية. مواقفها ثابتة على جميع المستويات، خاصة المستوى الدبلوماسي والسياسة الخارجية، والأهم من كل ذلك لدينا حساسية أخرى، وهي حساسية الإمكانية أو الرفض لأي إمكانية لجر تونس لهذا المستنقع أو ذاك. ومن هنا نفهم لماذا عندما قام رئيس البرلمان التونسي بتهنئة حكومة السراج باسترجاع قاعدة الوطية بفضل التدخل التركي، كان هناك رفض كبير لدى جزء كبير أيضا من التونسيين لهذا التوجه. لماذا؟ لأنه يراد من خلال هذه التهنئة أن يقع حشر تونس وجرها إلى الاصطفاف وراء سياسة المحاور، وتحديدا المحور التركي الموجود في ليبيا.
وهذه النقطة بالذات لا يمكن للتونسيين وجزء منهم أن يقبل بها. لماذا؟ لأننا نحن مواقفنا ثابتة ومواقف تونس ثابتة وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة كانت، فما بالك إذا كانت هذه الدولة هي العمق الأمني لتونس. من سيقول لكم أنه طيب الغنوش لديه هذا الموقف، ويبدو أيضا الرئيس قيس سعيد لديه موقف قريب من باريس، يعني مقابل الموقف القريب من تركيا. هو بصراحة سيد راشد الغنوشي تدخل في موضوع ليس من اختصاصه، هو قدم من اختصاص رئيس الجمهورية الذي لديه الصلاحية الحصرية. الشؤون الخارجية هي وفق الدستور هي صلاحيته حصرا، والسيد راشد الغنوشي تدخل في هذه الصلاحية، ومن هنا نفهم لماذا ازدادت دوافع أو أسباب التوتر أكثر بينه وبين سيد راشد الغنوشي. إضافة إلى أن تونس معروفة بأن لا تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية، وتدخلها في ليبيا بهذه الطريقة هو أمر مرفوض لسبب بسيط. نحن جئنا وكأن هناك شجار داخل نفس العائلة بين الأشقاء، وقمنا بمباركة وتأييد شقيق ضد شقيق الآخر. هل هذا معقول؟ هل هذا يمكن أن يقبلها التونسيون؟ هذا أمر لا يمكن أن نقبله. هو صراع بين الأشقاء في ليبيا، تغذي جهة إقليمية هذا صحيح، لكن أن تأتي وتساند شقيقا ضد الشقيق الآخر فهذا أمر غير مقبول بالمرة. ومن هنا نفهم لماذا كانت ردة الفعل قوية جدا تجاه ما قام به سيد راشد الغنوشي على مستويين: المستوى الأول أنه تدخل في صلاحية ليست من صلاحياته، والمستوى الثاني أنه نتيجة لهذا التدخل قام بجر تونس إلى سياسة المحاور، وهو أمر مرفوض بالمرة، وستنجر عنها بطبيعة الحال تداعيات على مستوى الداخلي والخارجي. ومن هنا كان الرفض كاملا وباتا تجاه هذه المبادرة، ورأيناه سواء في أروقة البرلمان في الجلسات العامة أو أيضا من خلال موقف رئيس الجمهورية الذي أعلن وبوضوح أنه لا يوجد إلا رئيس واحد في تونس ولا يوجد رئيسان. طيب هذا مفيد أن أنتقل إلى أستاذ جلال الورغي، أعرف أولا ردة فعلك حول هذا الموضوع ورأيك طبعا في هذا الاستقطاب الحاصل في تونس بين خيار وخيار، بين خيار تركي وخيار أطلسي أو خيار فرنسي أو كل ذلك، ما رأيك؟ نعم، أولا بإيجاز الحقيقة أود أن أشير إلى ما ذهب إليه الأستاذ رامي خليفة من باريس. الحقيقة أنه السياسة الخارجية التونسية لا ترسمها فرنسا، وليس من حق فرنسا ترسمها أو تحددها، وبالتالي أنا أتحفظ على ما ذهب إليه وأكده بشكل يعني واضح. تونس دولة مستقلة تتمثل سياستها الخارجية بنفسها، دأبت على أن تكون محايد، على أن تكون لا تنخرط في أي محور من المحاور، وهذا في تقديري أمر يعني سيادي بالكامل. أستاذ جلال، أنا أريدك أن تكمل تحليلك، لكن عندما تقول لا تريد أن تنخرط في أي محور، موقف راشد الغنوشي هو انخراط في محور واضح جدا. علاقات راشد الغنوشي بتركيا وزياراته التي أسميت بالسرية ورد فعل خصوم الغنوشي على الموضوع وتونس على هذه المسألة، على الأقل أنا لا أريد أن يعني لديه خياره، لكن بالنهاية هذا خيار فيه انخراط. طيب، النقطة الثانية هو أنه أنا ما زلت مصر أنه أولا فرنسا نفسها موقفها في المشهد الليبي معزول عن الموقف الأوروبي والأطلسي والأمريكي، وهذا أمر واضح لا يمكن الجدل حوله. فرنسا يعني هل فرنسا تقف محايدة في الموضوع الليبي حتى تريد أن تلقن؟ لا، فرنسا ليست محايدة أستاذ جلال. نعم، أنا أتحدث عن الحياد التونسي في هذا المجال. بالنسبة للحياد التونسي، نحن قلنا أنه هذه الشرعية لنعتبرها أن هذه شرعية مؤقتة. هل المطلوب رسميا مثل ما يفعل الأستاذ راشد الغنوشي أو قيس سعيد أن يتعامل مع هذه الشرعية المؤقتة أم يتعامل مع ميليشيات وجماعات مسلحة؟ في تقديري هو الأصوب أن يتعامل مع هذه الشرعية المؤقتة، وهذا ما يفعله الأستاذ قيس سعيد عندما استقبل السراج واستقبل وزير الداخلية واستقبل وزير دفاعه واستقبل وزير ماليته منذ أيام قليلة. وبالنسبة لموقف حركة النهضة، هو تعبير هذه الحزب الأول في البلاد لا يتوقع منها أن تبقى. يعني هل علاقة تونس مع تركيا يحددها رئيس حزب
تونسي ورئيس برلمان، أليس هناك وزير خارجية، أليس هناك رئيس جمهورية، أليس هناك حكومة مجتمعة؟ لماذا العلاقة مع تركيا يجب أن تكون خفية وسرية ومسربة؟ لا إطلاقا، أنا الحقيقة فوجئت من سؤالك أنه هنالك زيارة سرية. لا يمكن لزعيم الأول للحزب الأول في البلاد أن يجري، هذا تعبير تونسي قيل عنها لا سرية. لا يعني هذه في إطار المناكفات الإعلامية، ولكن الحقيقة أنه الزيارة كانت علنية وتم ويعني نقلت في وسائل الإعلام، والموقف كان واضحا أن حركة النهضة الحزب الأول في البلاد رئيسه هو رئيس البرلمان، يدعو في إطار ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية للتمكين لتونس وللتجربة التونسية ودعمها من قبل الجميع. حركة النهضة وتونس منفتحة على كل الدول بدون استثناء. حركة النهضة ترحب بأن تستدعى من قبل الأردن أو الإمارات أو مصر أو السعودية أو تركيا أو فرنسا أو أمريكا، وهي بالتالي منفتحة على الجميع. وتقديري هذه جوهر السياسة الخارجية التونسية أنها لا تتموقع، وتقديري أنه هذا الحضور الذي يبدو طاغي للمشهد التركي أستاذ محمد، أنا تفسيري الوحيد له هو للأسف الشديد المشهد العربي المفكك. هنالك حالة من التمزق في الجسم العربي. لو كانت مصر تلعب الدور المصلح بين مثلا يعني صحيح أستاذ جلال، لكن يعني وكأن تقول أنه لدى تركيا الحق في أن تدخل إلى ديارنا وبيوتنا ومياديننا لأنه نحن ضعف. سأعود إليك أستاذ جلال، مهم هذه النقطة. أستاذ حسين الوائلي، كنت يعني لمحت إلى سؤال سأسألك عنه حول موقف الأطلسي. لماذا تم التسريب أننا سنرسل قوات إلى تونس، وكان ذلك في سياق الرد على أي إمكانية لوجود روسي في ليبيا، وبعد ذلك خفف هذا الموضوع؟ هل هذا يعني أن هناك نفي، هناك تغييب للفكرة، أم أن التلميح وصل وأن الاحتمال ما زال وارد؟ لم يصلني السؤال بشكل واضح، عفوا دكتور. سأعود السؤال. كان هناك تلميح طبعا من قائد الأفريكوم، قال فيه أنه في احتمال نرسل قوات إلى تونس، كان هذا في سياق الرد على أنباء أمريكية تحدثت عن وجود قاذفات روسية ووجود قوات روسية أيضا طبعا الفاغنر أو غير الفاغنر في ليبيا. بعد ذلك نفس هذا المصدر قال أن الوجود الأطلسي سيكون للتدريب فقط وليس أكثر من ذلك. هل هذا يعني أنهم نفوا هذا الاحتمال، أم أن هذا الاحتمال أتحدث عن إرسال قوات ما زال واردا في أجندة الأطلسي؟ لا، ما زال وارد طبعا، هذا أولا. والمسألة الأخرى، أينما يتواجد الروس هناك تواجد أمريكي، وبالتالي هناك أيضا رؤية أمريكية تقول بأنه شمال أفريقيا هو يمثل بعد استراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية. نحن لاحظنا بالفترة الأخيرة بأنه هناك زيارة أمريكية مكثفة إلى الجزائر، هناك زيارة أمريكية مكثفة إلى تونس، هناك بيع أسلحة أمريكية إلى تونس. وكذلك أعتقد بأنه الرؤية الأمريكية تتماهى كثيرا مع الرؤية الأوروبية، لأن الرؤية الأمريكية كما ذكر سلفا بأنها ترتكز على رؤية البنتاغون وليس على رؤية البيت الأبيض، وهذا هناك خلاف يعني خلاف كبير جدا. أستاذ حسين، اشرح لي أكثر كيف تتماهى هذه الرؤية، لأنه لدينا شعور أنه في خلاف أوروبي أساسا أمريكي حول الموضوع. صحيح هناك خلاف، ولكن هناك أيضا بعودة إلى العلاقات الأوروبية الأمريكية، هناك أيضا مقسمة إلى ثلاثة أقسام: العلاقة الأوروبية الأمريكية مع الكونغرس، علاقة أوروبية أمريكية مع البيت الأبيض، علاقة أمريكية مع البنتاغون. فالعلاقة الأطلسية الأوروبية هي متينة وتتماهى كثيرا مع الرؤية الأوروبية، مع الرؤية الفرنسية على أقل تقدير، لأنه البنتاغون يقول بأنه وجود درع أطلسي موجود في تونس وموجود في الجزائر وموجود أيضا في ليبيا، أعتقد يمثل نقطة محورية بالتحول في صراع ليبيا على ما أعتقد. وبالتالي يبدو لي بأنه تونس مهمة جدا، وإن كانت العلاقات الأوروبية الأمريكية فيها خلاف أيضا يدخل فيها حالة من التنافس، وهذا هو تناقض في العلاقات الأمريكية الأوروبية. بمعنى آخر هو تنافس فرنسي أمريكي أيضا في نفس طيب. أستاذ حسين، أنا عارف أنه يعني ستذهب بعد قليل، أريد أن أستاذ جلال الورغي منذ قليل أشار أنه الموقف الفرنسي منعزل في أوروبا، أريدك أيضا أن تشرح لنا هذا الموضوع. ما هو الموقف الفرنسي الأوروبي بشكل عام، وطبعا الفرنسي سواء في المتعلق في تونس أو في ليبيا؟
يعني هناك انقسام يعني داخلي في داخل الأوروبي، يعني كما تعلمون هناك انقسام إيطالي فرنسي حول صراع في ليبيا، وكذلك هناك انقسام إيطالي فرنسي في تونس تحديدا، بما أنهم أغلب المشغلين لمجموعة من الشركات في الداخل التونسي هم أكثر موردين أيضا إلى السوق الأوروبية المشتركة. إيطاليا تعطي الضوء الأخضر إلى تونس بأنه تنافس فيما يتعلق بالمواد الغذائية المصدرة إلى الداخل الأوروبي المعفاة من الضريبة. فيبدو لي بأنه هناك انقسام أوروبي فيما يتعلق بالحراك الذي يحدث حتى في الجزائر وليس فقط في ليبيا، ولكن المحرك المركزي لكل هذا هو الصراع في ليبيا. يبدو لي الآن هناك موقف أوروبي موحد بعد البيان الذي صدر من الخارجية الألمانية والفرنسية وكذلك الإيطالية بعد القمة الأوروبية التي عقدت يعني في الأسبوع الماضي هنا. أشكرك جزيل الشكر أستاذ حسين الوائل، يا صحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي. بعد الفاصل مباشرة سأذهب إلى باريس لأسأل دكتور رامي خليفة العلي حول طبيعة العلاقة الجديدة ما بين فرنسا وتونس، إذا كانت جديدة أو مستجدة أيضا. أبعاد في القسم الثالث والأخير تونس والمشهد الدولي جدل الساعة. أنتقل إلى باريس دكتور رامي خليفة العالي، هناك طبعا مجموعة من المواقف سمعتها في القسم الثاني. أولا أريد أن أفهم أكثر، هل في فرنسا شعور، يعني أريد أن أعرف تونس أين هي بالمشهد الدولي؟ هناك من يعتبر أنها قريبة من فرنسا، قريبة من الولايات المتحدة أو بين، هل هناك يعني استاتستيك معينة حول نوعية العلاقة التونسية مع باريس حاليا؟ في إطار الإجابة عن سؤالك دكتور محمد وكذلك في التعليق على ما ذكره ضيفك قبل قليل، حقيقة سؤال حول السيادة في تونس هذا غير مطروح على الطاولة، وبالتالي تونس دولة ذات سيادة ولا أحد يتدخل في رسم السياسة الداخلية أو الخارجية، ولكن هنالك علاقات استراتيجية موجودة ما بين فرنسا وتونس، وفرنسا الحقيقة تطرح كثير من المواقف التي تختلف مع أحزاب، خذ على سبيل المثال الموقف من حزب الحرية في النمسا أو أحزاب اليمين الشعبوي في إيطاليا وغيرها، وبالتالي هذا لا ينتقل من السيادة التونسية، والحقيقة هذه محاولة غير حصيفة لاستثارة الشعور القومي التونسي، هذا من جهة. من جهة أخرى نعم العلاقة استراتيجية ما بين تونس وفرنسا، هنالك مصالح كثيرة ومتشابكة، هنالك جالية تونسية كبيرة موجودة في فرنسا، وهنالك علاقات اقتصادية وطيدة للغاية، قطاع السياحة وهو من أهم القطاعات الموجودة في تونس مرتبط أشد الارتباط مع فرنسا، وهنالك تسهيلات لهذا القطاع على سبيل المثال للحصر، وبالتالي هنالك علاقات كبيرة للغاية. فرنسا الحقيقة تعرف أن إدخال تونس في أي محور من المحاور سوف يكون له تكلفة باهظة على الاستقرار في تونس، على الوضع الاقتصادي في تونس، وبالتالي تريد أن تكون لتونس سياسة حيادية في هذه المنطقة إذا جاز التعبير، على مسافة واحدة من كافة الأطراف، ولا وأن لا تنخرط تونس الحقيقة في المحاور الموجودة في المنطقة، خصوصا أن هنالك الحقيقة اندفاع تركيا الآن سواء فيما يتعلق بمياه البحر الأبيض المتوسط في ليبيا في العراق في سوريا وفي أكثر من مكان، وبالتالي ما مصلحة تونس بأن تكون محور معادي لمحور آخر موجود في المنطقة، الأفضل أن تكون لتونس علاقات جيدة مع كافة الأطراف، مع عمقها العربي، مع المملكة العربية السعودية، مع مصر، مع غيرها من الدول العربية، وأن تكون حتى أن تكون لها علاقاتها مع حكومة الوفاق، لا أحد يرفض ذلك، ولكن ليس من المعقول تونس بإمكانيتها بطبيعتها بالطبيعة السياسية التي تحويها، ليس من المعقول أن تكون جزءا من ذلك المحور، وبالتالي محاولة القول أن نعترف بالشرعية والعلاقة مع حكومة شرعية، الكل يدرك أن ليس هذا ما يجري تحت السطح، ما يجري تحت السطح أن هنالك تيار موجود في المنطقة يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأحزاب الإسلامية ومنها حركة النهضة التي الآن رئيسها هو رئيس البرلمان في تونس، اللي هو منضوي ضمن هذا التيار، وبالتالي كان يفترض أن تترك السياسة الخارجية إلى الرئيس قيس سعيد بحيث يترك مساحة أو هامش تتحرك من خلاله تونس، ولكن ما فعله وأشرت إلى ذلك دكتور محمد، ما فعله هو رئيس البرلمان راشد الغنوشي أنه يحاول جرجرة تونس بالقوة إلى واقع وإلى محور لا تريده. المسألة طيب. أكبر في موقف باريس من مسألة التصريحات، يعني هو كان بارز موقف الرئيس سعيد، وأيضا كان بارز موقف الرئيس تبون في الجزائر، وطبعا الموقف المصري، وهل طبعا فرنسا ستعتبر يعني أصبحت قاسم مشترك بإمكانها أن تحتضن هذه المواقف الجزائرية التونسية المصرية؟
باعتقادي أن هنالك على الأقل من وجهة النظر الفرنسية بأن هذه الاندفاعة التركية هذه سوف تكون خطر على المنطقة برمتها. أولا فرنسا ترفض التدخل التركي المباشر وترفض وجود قواعد عسكرية موجودة في شمال أفريقيا سوف يكون لها تأثيرها على زعزعة الاستقرار في المنطقة. وكما تعلم دكتور محمد فإن لفرنسا مصالح كثيرة في شمال أفريقيا وكذلك في دول الساحل والصحراء التي هي على تماس مباشر مع الجانب أو مع الدولة الليبية. كذلك من الصعب جدا أن تتخيل فرنسا أن أردوغان يسيطر على ملف الهجرة غير الشرعية وهي ملف حارق بالنسبة للجانب الأوروبي وللجانب الفرنسي. الوجود العسكري وفرض الأمر الواقع على دول المنطقة وعلى الدول الأوروبية هذا لن تقبل به فرنسا. بغض النظر هنا الموضوع يتجاوز العلاقة الفرنسية التونسية إلى دور فرنسا الموجود في المنطقة. فرنسا الآن تريد إعادة إحياء دور أوروبي أكثر فعالية في مواجهة التدخل التركي التي ترى بأنه يريد أن يفرض أمرا واقعا لن تقبل به الدول الأوروبية. لذلك هنالك تبني للمبادرة المصرية كما أن هنالك محاولة لإفهام دول المنطقة بوجهة النظر الفرنسية التي ترى بأن ما يقوم به الرئيس التركي يكون خطرا على ليبيا خطرا على المنطقة وخطرا على الأمن والاستقرار في حوض المتوسط. دكتور خالد عباد في هذا المجال طبعا يعني تونس حضرتك يعني تؤكد وتكرر أن تونس تريد أن تكون دولة محايدة ودولة وسطية إلى آخره، لكن أيضا تونس دولة تتعرض إلى ضغوط والضغوط لها علاقة بالخلافات الدولية. هناك موقف أمريكي يختلف عن الموقف الأوروبي يختلف عن الموقف الفرنسي، وبالتالي تونس قد تكون أيضا مركز لضغوط أمريكية مقابل ضغوط أوروبية. ما رأيك؟ هو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تتدخل في هذه المسائل المتعلقة سواء بليبيا أو بتونس أو بأي بلد آخر إلا إذا كان هناك ما يدفع إلى التدخل، خاصة إذا ما كانت مصالحها معرضة للتهديد بطريقة أو بأخرى. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أصبحت في ليبيا هناك ما أصبح في ليبيا هناك وجود حقيقي وفعلي لروسيا، وقتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تتحرك. لم نرها تتحرك من قبل عندما لم يكن هناك وجود للروس في ليبيا، ولكن عندما يكون هذا الوجود موجودا وقتها على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحرك، لأن أمريكا هي يجب ألا تنسى أو لم تنسى بعد أن هناك حادثة حدثت في 2012 عندما تم قتل سفيرها في ليبيا بتلك الطريقة البشعة. ومنذ تلك اللحظة لاحظنا وكأن أمريكا لم يعد يهمها كثيرا ما يحدث في ليبيا. لكن بالنسبة لتونس، تونس هي لا يمكن أن ترضخ لأي ضغط خارجي سواء كان أوروبيا أو فرنسيا أو أمريكيا فيما يتعلق بثوابت سياسات خارجية. وتونس لا ترضخ، لكن هل هناك قلق في تونس؟ أبداً. أنا أعرف أن السفارة الأمريكية في تونس هي سفارة مهمة جدا، سفارة يعني دعني أقول إقليمية بشكل أو بآخر، وبالتالي أيضا ينظرون إلى شمال أفريقيا وينظرون إلى أفريقيا إضافة إلى مسألة الأفريقيا الأطلسي. هل تونس قلقة من هذا التنقل الأمريكي الأوروبي؟ هي السفارة الأمريكية هي في تونس طبيعتها هي تهتم بشأن تونس وأيضا بشؤون السفارة الليبية في تونس، السفارة الأمريكية في ليبيا التي أصبحت أيضا في تونس. ولكن هي تونس هي لا تقلق بقدر ما هي ما يعنيها ما يهمها وهي ثوابتها، لأن فرنسا لا يمكنها أبدا أن تسطر السياسة الخارجية لتونس. سبق وأن حاولت ذلك في الماضي فكان أن انجر عنها قطع العلاقات الدبلوماسية بين تونس وفرنسا لمدة طويلة، لأن تونس لديها حساسية مفرطة تجاه أي تدخل ما في مواقفها في ثوابتها السياسة الخارجية وأيضا في مواقفها الداخلية، وفرنسا تدرك ذلك جيدا. ولكن ما يهم فرنسا وأوروبا تحديدا بالنسبة في علاقتها مع تونس هي أنه بالنسبة لليبيا إذا ما انتقلت ليبيا إلى وضع الفوضى الشاملة فإن ذلك سينجر عنه شيئان: أولا اضطراد موجات الإرهابية، وأيضا اضطراد موجات الهجرة السرية. وهذا الأمر بالذات سيكون تبعاته وسينجر عن أنه سينتقل إلى ليبيا، لأن الهجرة السرية ستكون إلى أوروبا والإرهاب سينتقل أيضا إلى أوروبا. وهنا بالذات تنظر أوروبا وفرنسا على تونس على أساس أنها حصن الدفاع المتقدم تجاه هذه الإمكانية، وهنا يبحث عن موقف مع تونس على أساس محاولة فهم مواقفها ومحاولة البحث عن
الأرضية المشتركة التي يمكن من خلالها أن يقع التوافق في المواقف بين كل الأطراف من أجل اتخاذ موقف مشترك تجاه ما يحدث في ليبيا وفي البحر الأبيض المتوسط. طيب. الجميع يدرك بأن تركيا تريد أن يكون حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط بحيرة تركية وسموه البحر الأزرق، ولكن يدركون أيضا أن تركيا مطامعها في ليبيا قد تذهب إلى الأقصى من خلال أنه إذا ما سقطت سرت وجفرة فإن منطقة الساحل الإفريقي كلها تصبح مفتوحة، وهذا ما يقلق حقيقة في فرنسا وأوروبا بالنظر إلى أنه إذا ما فتحت هذه المسألة بالذات والساحل الإفريقي أصبح مفتوحا في ليبيا فإن يعني ذلك أن إمكانية الهجرة السرية ستكون الآن هجرة جماعية وفي نفس الوقت ستحمل معها الإرهاب. أستاذ جلال في هذا المجال، أستاذ جلال الورغي، طبعا أنا لا أعرف إذا كان حضرتك كتونسي أصبحت أكثر قلقا من إمكانية أن تقذف الحمم الليبي حممها إلى تونس هذه المرة، تونس التي كانت يعني محيدة بشكل أو بآخر، وخصوصا أن الجدل والتوتر الداخلي السياسي الذي بعض المراقبين يتحدثون عن إمكانية أن تحوله إلى أعمال عنف بإمكانه أن يهدد الأمن الداخلي التونسي. ما رؤيتك لعملية استقرار تقوي مناعة تونس أمام كل هذا الصراع الإقليمي الدولي حول ليبيا؟ أستاذ محمد خلينا نكون واقعيين، لأن إكراهات التاريخ وإكراهات الجغرافيا أحيانا تفوق الرغبات وتضغط على الرغبات وعلى الأمنيات. تونس يجب أن نعترف أنها في حالة قلقة، حالة هشة، وحالة فيها الكثير من القلق. سبب ذلك يعني المحيط الإقليمي غير المستقر، الانقسام العربي، التدخلات الأجنبية الكثيرة في الدولة الجارة الأقرب إلى تونس وهي ليبيا، تدخلات متعددة وكثيرة ومتناقضة أيضا بين موقف أطلسي يترصد أي تقدم روسي، بين موقف أمريكي يرفض أي تدخل روسي، بين موقف فرنسي يريد أن يحدث معادلة في المشهد الليبي تخدم مصالحه، بين موقف أوروبي منسجم مع الأطلسي ولكن في نفس الوقت لا يستطيع أن يبتعد كثيرا عن الموقف الفرنسي، موقف إيطالي يعتبر أن ليبيا هي حليفتها التقليدية باعتبارها كانت مستعمرتها، وبالتالي المصالح الإيطالية مقدمة على أي مصالح أخرى أوروبية. طيب عظيم أستاذ جلال، كيف تقوي المناعة التونسية في هذا يعني هل تقويها بالقول أنا مع تركيا وأنا مع الوفاق أو كيف تقويها؟ إطلاقا هي تقويها مع أولا الجبهة الداخلية تكون موحدة وهنالك تثبيت لمرتكز أن تونس تقف في الحياد، ولكن الحياد الإيجابي في يعني أو في العلاقة بأوضاع الدول الأخرى، ولكنها أيضا في نفس الوقت معنية باستقرار ليبيا، واستقرار ليبيا يعني حكومة منتخبة متفق عليها تجمع جميع الفرقاء الليبيين دون استبعاد أحد، وتكون يعني حكومة منتخبة وشرعية ولها يعني حد معقول من التمثيلية لجميع الليبيين بدون استثناء. وبالتالي تونس تقديري اليوم هي في هذه الحالة، ولكن المشكل هو متأتي من الخارج. تونس ليست دولة محورية، هي تونس دولة إمكانياتها محدودة، جغرافيتها محدودة، قوتها في أن يكون الفضاء الإقليمي حولها مستقر موحد ومنسجم، ولكن للأسف الشديد اللحظة التاريخية هذه غير التي تريدها تونس. طيب. ولذلك ستبقى تعاني مهما حاولت من هذه هذا الضغط الذي المسلط عليها من قبل من الصراع الإقليمي. دكتور أمير خليفة العلي، طبعا يعني أشار أستاذ جلال الورغي إلى المشكلة الإقليمية الدولية، لكن ألا ترى معي أيضا دكتور رامي أن الموقف الدولي والموقف الأوروبي، عدم الانسجام الكامل للموقف الأوروبي مع الموقف الفرنسي، التناقض الحاصل بين واشنطن وباريس ودول أخرى في هذا الشأن، لا يريح التونسيين ولا يعطي انطباع أن العالم متفق على الوجهات التي يجب على تونس أن تكون منسجمة معها؟
بكل تأكيد دكتور محمد، لا شك بأن هنالك عدم انسجام في السياسة الغربية بشكل عام، وخصوصا ما بين الضفتي الأطلسي. هنالك حالة من الفوضى والاضطراب في السياسة الأمريكية التي تركت آثارها على مختلف ملفات على الساحة الدولية، ومنها بالطبع الملف الليبي. هنالك أحيانا عدم فهم حتى للموقف الأمريكي وما هي أولوياته، الذي يظهر في بعض الأحيان عداء مع الجانب الروسي أو خصومة ثم تفاهما ما، وبالتالي كل هذا الحقيقة يترك أثره على السياسة الدولية. لكن على الأقل الجانب الأوروبي الذي كان حتى أمد قريب كان هنالك خلافات عميقة خصوصا ما بين روما وباريس، الآن بعد البيان الثلاثي ما بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يبدو أن هنالك اتفاق على النقاط الرئيسية، مع إبقاء هامش الخلاف في مصالح كلا الدولتين فرنسا وإيطاليا في الملف الليبي. لكن المشكلة الأساسية التي يعانيها التونسيين ليس فقط ذلك الاضطراب الدولي، ولكن هو الإدارة للموقف التونسي من الملف الليبي على وجه التحديد. الحقيقة حتى الآن لا تبدو تلك الإدارة حصيفة، خصوصا بعدما وصل راشد الغنوشي بكل الحمولة التاريخية والحمولة الإسلاموية التي يمتلكها الرجل، وأيضا قربه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وهذا الحقيقة ما هدد المسار الذي يمكن أن يجنب تونس كل تلك الحمم كما وصفتها التي يمكن أن تتأثر بها من الملف الليبي. وبالتالي هنا الأساس، هنا لب المشكلة. الخلافات الدولية والاضطرابات الدولية والملفات الحارقة في المنطقة سوف تبقى لأمد بعيد، ولكن هذا لا يبرر الانحياز ولا يبرر سوء الإدارة وسوء إدارة هذا الملف الذي تشهده الآن الساحة التونسية. والخلاف التونسي التونسي باعتقادي أنه هو الأكثر تأثيرا على دور تونس في المنطقة برمتها. تماما، نحن كنا في برنامجنا يعني حاولنا قدر الإمكان أن نتطلع إلى تونس، أن نراقب تونس من خلال عواصم متعددة، من خلال باريس لندن، من خلال برلين وواشنطن. نترك طبعا الجدل الداخلي التونسي خلال الأيام المقبلة لتمنياتنا لاستقرار أفضل لتونس. أشكر جميع الضيوف، دكتور رامي خليفة العالي من باريس، دكتور خالد عباد من تونس، أستاذ جلال الورغي من لندن، والأستاذ حسين الوائلي الذي كان معنا من بروكسل تونس. والمشهد الدولي جدل الساعة كان نقاش أبعاد لهذا المساء. شكرا للانتباه، إلى اللقاء.